السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعلمات اللي اليوم طلبوني، ف يعني ما أحب إني أوعد أحد وما أتم. تدخلي على جيت أبغى أحمل فما قدرت، لأني أنا حاطة مناهج كثيرة، مناهج بناتي ومناهج مع الفول بلست. لكي أنت إنك تحطي 30 منهج، بس إنها ما أقدر أحذف منهج وأرجع منهجكم، فأنا حاطة الفول بلست تبعي. أنا بوريكي كيف الطريقة أنت تدخلي فيها. سجلي في موقعين بحساب معلم بالسجل المدني، وعلى طول هو حيربط ويطلع لك اسمك. انت شايفة هنا اسمي فاطمة ابو شرارة. اوكي، انت هنا اذا دخلتي عند مجموعة مقرراتي، حتدخلي عند مقرراتي القائمة هنا، تدخلي عند مقرراتي. اوكي، مجموعة مقرراتي تقدرين تغيرين وتحذفين. فانت ايش حتسوي؟ تدخلي عند دروسي. اوكي، تدخلي عند دروسي عشان تدخلين في المقررات حقتك. تدخلي هنا عندك، هذه هي أنا عندي ذحين فول بلست الأول، أولى متوسط فول بلست. أوكي، هذه الكتب المقررة، هذه هي تحملينها، تحتاجين اللي هو كتاب البي دي في، مرة ممتاز عشان تقصي وتلزقي منه الصور إذا تحتاجينها مع زميل مع طالباتك. عندك كمان الأداة اللي هو دليل المعلم، موجود بعد هنا، وتحميل المواد المصاحبة. إيش هي المواد المصاحبة؟ هي الكتب التفاعلية. أوكي، حتضغطي، هذا هو موجود عندك هنا عند هذا الملف، اضغطي حملي. طبعا تقدري تدخلي وتصفحي وتشوفي، بس حملي انتي، هذا كل سنة بسنته ينزل. حملي، حتسوي بالرايت كليك واوبن، حينزل لك طوالي في التنزيلات. بعد ما ينزل في التنزيلات تقريبا على حسب ذا، ممكن ياخذ ساعة نص ساعة تحميل او ساعتين، على حسب انت ايش عندك الجهاز، ايثرنت او وات ايفر، الياف بصريه او كذا. اذا كان الياف بصريه هيحمل لك بسرعه، اذا كان غير لا. بعد ما تحملين وخلاص، عندك هنا نفس الشيء، الكتاب، الاوديوز، اذا كنت تبغي تسحبي صوت مثلا، كل الكتاب عندك كله صوت، الجيمز، الالعاب موجوده كلها هنا بالصوت، كلها موجوده عندك. كمان يعني أنصح فيه أنا تدخلي الشروح، إذا في حاجة ما موجودة فيها، كمان امتحانات للطالبات، يعني حث الطالبات على دخوله، يعني يحسوا إنه، يعني حس إنه ثري صراحة، وفي تجارب ناس بعد معانا. خلصنا منها، في عندك هنا المصادر، هذه هي، هذه كلها تشرح لك درس بدرس، وش فيه، عدد ايش، ايش اللي موجود، من 5 اشخاص حاطين عليه درس. عندك الاسئلة اللي هو بنك الاسئلة، مثلا عند ماي بيت، درس ماي بيت، بنك الاسئلة، شوف ايش عنده، هذا كله اسئلة. ها، the correct spelling for the word in the picture، وانتي شوفي ايش، is it face ولا face ولا face whatever، تحقق من الإجابة. مثلا أنا بختار إجابة خطأ، مثلا لو نقول أوكي، علشان يعلمك إيش يسوي. شوفي مثلا أنا بقول لك، ها مثلا أنا اخترت الإجابة هذه وقلت تحققت منها، ها شوف إيش حط لك، my father is. أوكي، فالثري جدا، يعني أحسه ثري جدا، حط لك الإجابة خطأ. في الأخير بعد ما تحطي الإجابات يعطيك السرد حق الإجابات، وش الأخطاء اللي أنت موجودة عندك، فنحث الطالبات على الدخول. شكرا، وأتمنى أن يكون فادكم شرحي، وأي شيء تحتاجونه أنا بالخدمة، وشكرا لكم.